لا، ايه جرد العظمه اللي كان في الماتش ده يا جماعه؟ ده احسن مباراه حرفيا من ساعه الدوريات كلها ما رجعت. ايه يابا الابداع والجمال ده؟ 5-3 وماتشات بسم الله ما شاء الله مفتوحه ورتم سريع، ومفترض يعني ان الناس دي بقى لها ماتش ويقفلوا. لا، في ابداع يابا حصل النهارده من الفرقتين. وشوف يا اخي، سبحان الله، لعيبه ليفربول بتوع خط النص اللي الناس كانت بتنتقدهم على ان هم هجوميا على قدهم، النهارده نبي كايتا بيجيب له جون، وكمان جيني فينالدون بيجيب له جون، وكمان اليكس تشامبرلين لما نزل بيجيب جون. يابا كل واحد خد في الكعكه. يعني لعيبه ليفربول ممكن يكون كان عندهم مشاكل من ساعه ما رجعوا من الاجازات لحد ما بداوا ماتش ارسنال اللي فات، انما لما شافوا تشيلسي على ملعب انفيلد وقال لك ده اخر ماتش هنا في الانفيلد، لا، تعال بس، احنا محضرين لك مفاجآت، محضرين لك فيفا ولات عبقرية بتتلعب من ترند، ومحضرين لك ابداع صغير كده من فيرمينيو وترند وعرضيات وكده، محضرين لك كل حاجة. كيفت يا معلم؟ حصل لك أي حاجة؟ هتقول لي انت لابس شيرت انت عبيط يالا ولا ايه؟ بص يا صديقي، انا بشجع ليفربول وبشجع تشيلسي، انا فرقتي خلصت التاني ورحيم ستيرلينج جاب لي ضغط وخلاص، يعني مش هستمتع بالماتش ليه؟ مش لا. وبعدين كل جماهير تشيلسي اساسا يعني حاطه املها في الماتش الاخير بتاع وولفرهامبتون، هو على الاقل تشيلسي هيتعادل وهيتفرج على ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وبيقطعوا بعض، يعني كده كده الجمهورين استمتعوا، الا بقى الناس اللي عايزه تحفل على بعض دول ما بيستمتعوش بسبب اي حاجه ممكن تشوفها في حياتك. كنا مستنيين بصراحه ان صلاح يجيب له جونين ثلاثه عشان خاطر يخش في المعمعه بتاعت الهدافين، جونين ثلاثه ده بيلعبوا تشيلسي. بص، هو صلاح مرز على تشيلسي، يعني بيشوط شوطات غريبه كده بتلاقيها راحت في الثمانيه، تلاقيه سبرنتاية جاب له جنايه، انما النهارده صلاح ما شاركش في الكعكه، ودي كانت حاجه يعني ممكن تكون دي المتعبه. بس جونين ثلاثه انا افورت صح؟ عادي، بس بصراحه ربنا كميه ادرينالين الواحد حس بيه في الماتش ده، اللي هو لا، الكوره تلعب عشان كده، الكوره تلعب عشان الماتشات الجميله المفتوحه دي. النبي كاتب بيفتح الماتش بالهدف اللي هو بيجيبه في الدقيقه 22، وبتلاقي الدنيا كلها خلاص بقى كله ساح ولاص وخلاص، يلا يا ترند هات التاني، وبعد كده كمان نخلص بقى بالتالت، وتشيلسي يحاول يرجع في المباراه عن طريق اوليفي جيرو ونخش الشوط التاني، يلا يا جماعه عايزين نرجع بقى، الهدف الرابع بيجي، بعد كده بتلاقي تشيلسي رجع في الجيم شويه، بعد كده الهدف الخامس بيجي. لا، يابا بجد لو انت اتفرجتش على الماتش ده فاتك كتير بصراحه، الماتش كان حلو قوي 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 قوي. بص، هو لسه الاخطاء الدفاعيه بتاعت تشيلسي زي ما هي، بس دي حاجه معروفه ولا تتغير ولا يحصل لها اي حاجه، حتى لو مثلا حط اسبليكويتا تالت، حتى لو مثلا قعد روديجر على الدكه، ما فيش، هي الفرقه دفاعيا محتاجه اضافات يا جماعه، انما موضوع ان كبه هو اللي كل حاجه منه، لا، انا عارف انك ما بتحبش كبه، وعارف ان انت عندك ازمات مع كبه، واحيانا بتفضله كبيرو عليه، بس الامانه بتاعت ربنا يعني هيعملوا لكم ايه كبه؟ غير ان هو اساسا قاعد يسمع على ان في كميه مفاوضات غير طبيعيه مع حارس مرمى، فهيعمل لكم ايه؟ وبعدين يعني طب ما تتكلموش على تامي ابراهام ان هو بيلعبش اساسي، ولا عشان تامي عنده مشكله في العقد بتاعه ان هو عايز ياخد مرتب كبير، ما تتكلموش على كده. جيرو بصراحه لما الفرقه بتحتاجه الراجل بيأدي وبيعمل اللي عليه بقدر مجهوده وبقدر سنه، بس برضه ده غير كافي ان انت فرقه زي تشيلسي تلعب النهارده مباراه قدام ليفربول. تشيلسي المهاجم بتاعه كل فكرتك ان انا بحضن عشان زمايلي يجوا من تحت، يا فرحتي كريم بنزيما ستايل بيمس عليك يا عم جيرو، بس هما الاثنين بسم الله ما شاء الله فنيين مساحات، مش مهاجمين والله، هما الاثنين فنيين مساحات، غير ان جيرو الامانه يعني من ساعه ما رجع من الاجازات والراجل واخد والراجل بيأدي وبيعمل كل اللي عليه، بس زي ما قلت لك جيرو في حاجات هيديها لك وفي حاجات تانيه مش هيديها لك، يعني جيرو مش هو المهاجم بيعدي واحد على واحد، مش هو المهاجم اللي برجله قوي جدا، هو مهاجم بس في الالتحامات والفرائيات رهيب جدا، غير ان هو كان في موسم كده كان عامله مع ارسنال كان تنين حرفيا، بس ده خلاص جيرو بتاع زمان مش هيرجع ولا هتحصل له اي حاجه. عندك مشكله يا صديقي في الاثنين مساكين، وعندك برضه مشكله في كبه لان كبه مستوياته مهزوزه، وعندك مشكله كبيره جدا في كميه الخطط اللي بيجربها فرانك لامبرد من ساعه ما جه. فرانك لامبرد جرب خطط كتير قوي من ساعه ما جه، بس رجع لل 4-3 اللي في الحاله الدفاعيه بيحاول 5-4-1، بس يعني هو واخد 3 4 3 دي انطونيو كونتي، بس في الحاله الدفاعيه لا، هو فرانك لامبرد اللي عملها. يعني بص، هو لامبرد يعني بيغير حاجات كتيره، فجاه ممكن تلاقيه بيلعب 4-2-3-1، فجاه بتلاقيه بيلعب 4-3-3، الماتش اللي بعديه ممكن يلعب 4-4-2 عادي. فرانك لامبرد بيجرب كل خطه على حسب كل ماتش، ودي مشكله ومعضله، لان انت لازم تلاقي طريقه لعب عشان خاطر تصنف فرقتك عليها وتحاول تزود القوه بتاعت فرقتك في طريقه اللعب بتاعتك، انما انت اساسا بتحاول تدور على طريقه لعب من بدايه الموسم والموسم قرب يخلص ولسه ما وصلتش للطريقه دي،
فدي مشكله. ولو انت بتقول انت بتهبد، لا هقول لك ارجع لماتشات تشيلسي طول الموسم، هتلاقي ان فرانك لامبارد غير خطط كتير جدا لحد ما وصل للرسم التكتيكي اللي عليه لحد دلوقتي. ففي مشكله في التطور الدفاعي بالنسبه للاعيبه تشيلسي عشان خاطر المشكله اللي احنا هنتكلم فيها. انما بصراحه اللي حصل النهارده قدام ليفربول ما كانش فيه اي فرقه في الكوكب تقدر تقاوم ليفربول النهارده. الموضوع كان بالنسبه لليفربول حياه وموت، هنكسبكم في الانفيلد يعني نكسبكم في الانفيلد، لازم نكسب ونخلي التنين بتاعنا يبقى مبسوط، اللي هو هاندرسون اللي هو بالمناسبه مترشح لها سلاف انجلترا. اه يا اسطى عشنا وشفنا الزمن اللي فيه جوردن هاندرسون بيترشح لها سلاف انجلترا، ايام يابا ايام. احنا اساسا عشنا وشفنا ليفربول ياخد دوري اساسا، فبس علينا على جوردن هاندرسون ان هو هياخد احسن لاعب في انجلترا عادي يابا، احنا بنشوف حاجات التاريخ بيكتبها لاول مره بقى. بص يا اسطى مبدئيا يعني بما انك استمتعت واتكيفت بالماتش، ما جاتش على اخوك يا اسطى اللي ممكن تعمل له لايك ويزوده، وممكن في يوم من الايام يعني ربنا يكرمه بس تيجي عليا انا وتقف يا اسطى، ما انت قاعد مستني صلاح يجيب الهجوم في الدقيقه لحد الدقيقه لحد ما خرج والدنيا بالنسبه له لسه ما ظهرتش، بس عادي يابا ما عنديش اي مشكله خالص. بص مش شخص الحاجه اللي عملت لايك، انا بشحت منك اللايك عارف والله.